هل يجوز أكل لحم الجولب والعقب؟ نعم، هذه من الطيور التي أحل الله لحومها شريطة أن تذبح، لأن بعض الأولاد الشباب إذا رماها بحجر يأخذها ويقطع رقبتها قطعا، هذه لا تحل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس السن والظفر، وهذه تسمى الوقيدة. وبلغنا عن بعض ذباح الدجاج إذا رأى دجاجة متعبة يمسك رقبتها بأصابعه، هذه لا تحل، لا تحل قطعا. بارك الله فيك.